إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اليوم موجه إلى أولياء الأمور وإلى ربات الأسر في العائلات، حتى إنهم يعرفوا كيف يتعاملوا مع أبنائهم ويحموا أبنائهم من تعاطي المخدرات أو الوقوع في مشاكل إدمان المخدرات، خصوصا بعد التطور اللي صار على صناعة المخدرات ودخول المواد الكيميائية في صناعة المخدرات. فاليوم راح نحكي عن أعراض تعاطي المخدرات وعن آلية التعامل مع أي شخص من أفراد أسرتك إذا اكتشفت أنه بتعاطى المخدرات، وآليات العلاج، وشو الأساليب اللي ممكن تتبعها حتى تحمي نفسك وعائلتك من أضرار المخدرات وشرورها. أول إشي بدنا نحكي أنه مراحل الإدمان على المخدرات 4 مراحل. أول هاي المراحل هي مرحلة التجربة، بحيث الشخص بكون عنده فضول أنه يجرب، أو أنه أصدقاء السوء بدعوه أنه يجرب المخدرات أو إشي جديد حاب يعرف كيف هو. فهذه أول مرحلة هي مرحلة التجربة. المرحلة الثانية هي مرحلة التعاطي عن عمد. الشخص بتعجب السلافة بصير يروح يشتري مخدرات أو يروح على القاعدة أو على المكان اللي بتعاطى فيه المخدرات. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الإدمان، والمرحلة الرابعة هي مرحلة اللاعودة. طبعا أول مرحلتين هي مرحلة التجربة ومرحلة التعاطي عن عمد، في مجال إنك تدارك الموضوع فيها، أو أنه أي شخص بده يتعاطى ويوقف، أو رب أسرة اكتشف أحد أفراد أسرته بتعاطى، في مجال أنك تدارك الموضوع إذا كان عندك خبرة ومعرفة بأعراض تعاطي المخدرات أو أعراض آلية التعامل وأساليب التعامل مع متعاطين المخدرات. أول نقطة في مكافحة المخدرات وتعاطي المخدرات اللي بدنا نأكد عليها هي وجود آلية تواصل ما بين العائلات وأبنائها في مرحلة الطفولة، لأنه المعروف أنه اللي بيأثر على سلوك الطفل عائلته أو أسرته، بس لما يصير مرحلة المراهقة اللي بيأثر على سلوكه وتصرفاته هم أصحابه. فبالتالي يكون آلية تواصل وآلية نقاش ما بين الأسرة وما بين أبنائها قبل مرحلة المراهقة شغلة ممتازة كثير، وبتمنع أنه يتعرض لتعاطي المخدرات أو لإدمان المخدرات. 70% من الدراسات أكدت أنه الأطفال أو الأشخاص اللي أهلهم حكوا معهم وشرحوا لهم مشاكل المخدرات وصعوبات المخدرات والشر اللي بيجي من المخدرات قبل سن المراهقة، 70% من هؤلاء الأشخاص لم يتعاطوا المخدرات ولم يتحولوا إلى مدمنين. وفي عام 2018 في حملة مناهضة المخدرات ومكافحة المخدرات العالمية كان شعار الحملة الإنصات أولا، وهذا الحكي بيدلك على أنه آلية وجود آلية تواصل ما بين الأهل وأبنائهم قبل مرحلة المراهقة ويحكوا لهم عن شرور المخدرات وضرر المخدرات. هسا بدنا نعرف كيف تكتشف إذا في شخص لا سمح الله من أحد أفراد أسرتك بتعاطى مخدرات. أول إشي بصير عليه تغيير بالطباع، بحيث أنه بصير ميال إلى الخمول والكسل أكثر، وميال إلى النوم بشكل كبير، حتى لما يكون فرح بيكون تعبيره عن الفرح مبالغ فيه، مع وجود شكل واضح يعني من الاكتئاب والعزلة بيكون واضح على الشخص الموجود. فالأعراض هذه إذا كانت موجودة يعني خلي الأهل يراقبوا ابنهم عن كثب، مع مراعاة أنه بصير كمان تغيير بالجسم، بصير زي هزال بالجسم، الشاب بكون تعبان بشكل كبير، في بصير بعض حالات الذهان، مع مراعاة أنه كمان ببطل يراعي مظهره الخارجي أو ملابسه الخارجية. وإشي مهم كثير أنك تراقب البيئة اللي موجود فيها اللي هي غرفته، إذا في شغلات غريبة بغرفته، يعني مثلا إذا لقيت شريط دواء بغرفته، إذا لقيت مثلا أوراق هيش بغرفته، إذا لقيت إشي مطحون بغرفته، فهاي الأمور قد تدل إنك تسأل المختصين فيها أو تسأل الدكاترة فيها تعرف شو هذا الموجود بغرفة الولد. فهذا الحكي بدل على إنه قد يدل على إنه الولد قد بدأ بطريق تعاطي المخدرات. وأهم إشي إحنا حكينا عن تغيير الطباع، الآن أهم إشي بدك تراقبه بالطفل وسلوك الشاب أو سلوك الشخص الموجود بأسرتك هو تغير الأصدقاء، وبدك تراقب أصدقائه، لأنه مشاكل المخدرات معظمها بيكون من الأصدقاء، والأصدقاء هم اللي بيحرضوا على تعاطي المخدرات. طيب هسا عرفنا أنه أحد أفراد الأسرة بتعاطى المخدرات، كيف بدنا نتعامل معه وكيف بدنا نعالجه؟ أول إشي بطريقة التعامل معه بدك تواجهه بالتعاطي تبعه، بدك توريه إن عرفت أنك بتتعاطى، وبدك تبعده عن البيئة اللي بيروح يتعاطى فيها مخدرات، أصدقاء سوء أو مكان معين أو مكان شغل أو مكان دراسة معين بتعاطى فيه مخدرات، بدك تبعده عن هذا المكان. والإشي الثالث والأهم ما تخلي معاه مصاري كثير، لأنه وفرة المصاري بإيد الولد هي اللي بتخليه يتعاطى مخدرات. طيب هسا كيفية علاج متعاطي المخدرات. عملية علاج تعاطي المخدرات عملية لها أكثر من مرحلة.
أول هذه المراحل مرحلة نزع السموم من الجسم، ثاني هذه المراحل مرحلة مكافحة الأعراض الانسحابية اللي بتعارض التوقف عن التعاطي، المرحلة الثالثة هي مرحلة التأهيل والدعم الاجتماعي والنفسي للمريض. نبدأ بأول واحدة اللي هي نزع السموم. أحسن طريقة لنزع السموم من الجسم هي ممارسة الرياضة، لأنه الرياضة بتخلي الجسم يتعرق، وبالتالي السموم الموجودة اللي هي المواد الكيميائية اللي دخنها الواحد أو اللي دخنها الشاب أو شمها أو حقنها لحاله هي بتطلع مع التعرق. فعملية ممارسة الرياضة عملية ممتازة جدا في مكافحة تعاطي المخدرات. نيجي الآن للنقطة الثانية وهي مكافحة الأعراض الانسحابية. طبعا هاي اللي بده يحددها بحددها أطباء وناس مختصين بالأمور الدوائية اللي يحدد الأعراض الانسحابية اللي صارت مع الشخص المتعاطي والأدوية اللي بيحتاجها الشخص المتعاطي. الدعم النفسي والتأهيل المجتمعي هذه مهمة الأسرة، إنها تحيطه بالدفء والحنان وتعطيه الدافع المعنوي والقدرة على إنه يقاوم التعاطي وإنه يكون في مجال إنه يرجع لحياته الاجتماعية الطبيعية من أول أو جديد. في آليات علاج بالمستشفى وفي آليات علاج بالمنزل. طبعا العلاج بالمستشفى أفضل بكثير، لأنه الآن قد يحتاج المتعاطي إلى جرعات أدوية، أو قد يحتاج إلى إبعاده عن البيئة اللي بتحفزه على التعاطي، يمكن وجود أصدقاء سوء أو وجود أماكن معينة بالدار أو وجوده لحاله بالبيت، هذا الإشي كان يحفزه أنه يتعاطى، فوجوده بالمستشفى بيبعده عن أجواء التعاطي مع وجود أشخاص مؤهلين للجرعات الدوائية، مع إضافة أنه ما رح يظل لحاله. في ناس مثلاً بتعاطى لأنه بيظل لحاله ما فيش حدا مراقبة، فبالمستشفى راح يكون تحت المراقبة وتحت الإجراءات الموجودة الإدارية الموجودة بالمستشفى، مراقبة الأطباء. طيب هسه بنحكي عن الأغذية وعن النظام الغذائي اللي ممكن يعتمد عليه متعاطي المخدرات حتى إنه يوقف تعاطي المخدرات، أو إنك تقدر تخلي أي شخص من أسرتك يعتمد على هذا النظام الغذائي. أول إشي بدك تعتمد على الطعام الغير مطبوخ وعن الطعام الغير دسم، لأنه الطعام المطبوخ والطعام الدسم بدفع الجسم إنه يتعاطى مخدرات أو يرجع لتعاطي المخدرات إذا بعده الشخص ما تعالج. ويجب أن يكون الطعام أو الأغذية تحتوي على فيتامين بي 12 بشكل كبير، وهاي الأطعمة اللي بتحتوي على فيتامين بي مثل البطاطا أو سمك التونة أو الأفوكادو. والشخص يتوجه إلى السلطات والخضروات والفواكه، ويتوجه إلى الأكل المالح بشكل كبير، بحيث أنه ما يكون دافع له أو محفز له أنه يتعاطى المخدرات مرة أخرى. نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى إن شاء الله أنه الله يحمي أبنائنا ويحمي عائلاتنا ويحمي مجتمعنا من المخدرات ومن أثارها السلبية ومن أثارها السيئة. وبحب أنوه على أن المخدرات محرمة شرعا، وقد حرم الإسلام كل مسكر ومفتر، وما أسكر قليله فكثيره حرام، فبالتالي المخدرات من المفترات وهي محرمة شرعا. حمى الله جميع أبنائنا وحمى الله جميع عائلاتنا، وشكرا لكم على الاستماع.